أعزائي متابعي قناة روابينا، نحييكم في هذا الصباح الجميل. واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن أمور تخص شجرة التين. كما تعلمون بأن الوقت الآن هو بداية نضوج ثمار التين، لذلك هناك إرشادات مهمة جداً سوف نوردها لكم في هذا الفيديو تخص شجرة التين المباركة بالذات. ثلاث أمور مهمة جدا يجب الانتباه إليها تخص شجرة التين. هذه الأمور هي أولا عدم الرش في بعد ظهور ثمار التين نهائيا، والسبب عدم رش أشجار التين في هذه الفترة هو وجود حبات التين التي تظهر مبكرا، اللي هي الدافور. هاي حبات التين الدافور التي تظهر قبل ظهور أو قبل تسبق كل حبات التين، هذه اسمها الدافور. هاي الدافور فيها حشرة تستوطن في هذا المكان، في هذا المكان بالذات هنا. هذه الشجرة لها مهمة هي تلقيح حبات التين الأخرى، فلذلك لا تقطعوها ولا ترشوا أي مواد كيماوية تؤدي إلى قتلها. إذا رشيت مواد كيماوية أو مواد مكافحة من أي نوع سوف تقضي على شجرة التين. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، لا يحبذ التسميد بعد ظهور الثمار. خدمة شجرة التين تبدأ مبكرا قبل ظهور اللي هي البراعم، في فترة السكون. خدمة شجرة التين تكون فقط في فترة السكون، من تسميد ومن رش بالزيوت الشتوية وما إلى ذلك، أو دهن الساق بالزيوت الشتوية لمنع جرب التين والآفات الأخرى. والمسألة الثالثة اللي هي عدم الإغراق في الري، يعني يجب أن يكون الري منتظم وغير مغرق، يعني لا تجعل الماء على طول أو لا تسقي يوميا. يكفي أن تسقي شجرة التين مرة واحدة في الأسبوع. مرة واحدة في الأسبوع تكفي لسقاية شجرة التين. وإحنا عندنا تقريبا أنواع عديدة من التين اللي معروفة يعني في الوطن العربي، يمكن الكل يعرفها، اللي هي التين البياضي والخضاري والسوادي اللي هو لون حبته أسود، والموازي والزراقي. هاي هي أنواع التين. هاي الشجرة التي أقف أمامها هي من النوع الخضاري، وشجرة أخرى هي من النوع الزراقي. هذا تين زراقي طبعا لسه بعده يعني في بداية الموسم، الإنتاج جيد يعني الحمل ممتاز، ونحن نتبع الأسلوب العلمي في خدمة شجرة التين، اللي هو الاعتماد على الثلاث أمور المهمة التي ذكرتها لكم، اللي هي عدم الرش في هذا الوقت من السنة نهائيا، و
عدم المبالغة في السقاية. يعني السقاية لازم تكون منتظمة تقريبا مرة في الأسبوع. إذا عدم الرش بالمبيدات وعدم السقاية الجائرة أو عدم السقاية الغمر يوميا، وعدم وضع اللي هي الأسمدة العضوية. الأسمدة العضوية توضع في فترة السكون اللي هي تبدأ من شهر 11 و12 و1، في بداية شهر، في منتصف شهر 2 تبدأ ظهور براعم التين بالظهور، ومن ثم تتبعها ثمار التين. لذلك في هذه الوقت لا نقوم بأي نوع من أنواع التسميد. هذا إذا أردت أن تحصل على ثمار تين ممتازة وصحية، فعليك باتباع هاي التعليمات الثلاثة المهمة. وهذا الكلام عن تجربة، ونحن ننقل لكم على الواقع، ننقل لكم من الواقع ومن خلال تجربة طويلة في خدمة الأشجار، سواء كانت التين أو العنب أو غيرها من الأشجار المثمرة، التي تعتبر يعني مصدرا للغذاء الجيد والمتوازن. هذا ما شاء الله التين الزراقي، يعني في وضع ممتاز جدا، في وضع ممتاز جدا. وسبق أني أنا كمان حكيت لكم عن التفاح، يعني شوفوا هاي التفاح ما شاء الله، يعني أحجام ممتازة جدا. يعني حجم حبة التفاح تقريبا حوالي 250 جرام. وبرضو إن شاء الله سوف نقدم لكم شيء يخص التفاح. وحبيت أنا يعني أورجيكم أنه هناك في بعض الآفات تؤدي إلى نخر حبة التفاح بهذا الشكل. هذه بحاجة إلى علاج، ولكن بعض باقي الثمار ممتازة جدا وجيدة. نعود إلى شجرة التين. ومن قناة روابينا نحييكم، ولا تنسونا من اللايك والسبسكرايب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.